هل هناك أجمل من الابتسامة؟ يعني الإنسان لما ينقد الإنسان هل يجرحه؟ ولا يعني مهمة النقد في نظرك أن يلتحم الناقد بالعمل الذي ينقده؟ ويقال أن كل ناقد إذا تحدث عن إنسان إنما يتحدث أيضا عن نفسه أولا، لأنه بيعكس في مقالة النقد مزاجه الشخصي، فهو في الحقيقة بيتعرى أمام الناقد قبل أن يعري الشخص الذي ينقده. وأنا يعني أميل إلى الابتسام، وأحب أن تكون مقالاتي النقدية غير هدامة وغير جارحة. وأظن محمد منظور وصف بعض نقدي بأنه النقد الدبلوماسي، وعله كلمة دبلوماسي يعني رياء، فأرجو أن يؤخذ هذا الكلام على المحمل الأحسن لا الأسوأ. أخيرا أنا أثرت هذا الموضوع بسبب لي صديق عزيز، ربنا أكرمني بأصدقاء عديدين من أغرب ما يمكن، الأستاذ عبد المنعم معوض ضابط بوليس كتب رواية اسمها عم نوادر عم عبد فكة وما جرى له في كل سكة، وأنا كتبت المقدمة لهذه الرواية، وقلت أنا آسف جدا أن أدبنا الحديث خلو أو يكاد من الجانب الفكاهي، ولست أطلب فقط أن تكون الرواية فكاهية، بل أن يبتدع الكاتب شخصية شخصية مش حتى شخصية فكاهية تدور حوله الأحداث وتتكرر منه زي جحا مثلا. فأنا أملي حقيقة إن أدبنا الحديث يدخل فيه عنصر الفوضى بأي صورة من الصور، سواء برواية فكاهية موضوعية أو باختراع شخصية تبقى هي في ذاتها فكاهية وتتكرر حواليها. وعندنا في الإنجليزي والحاجات دي كلها، عندنا في أدبنا الشعبي جحا مثلا، قد إيه حكايات جحا بتبسط جميع الناس وهو شخصية واحدة وتتكرر حواليها. فأنا أمل الحقيقة إن أدب الفكاهة يعود إلي، ولكن أظن هذه المقدمة ما استلفتتش الأنظار كثيرا. إذا كان بقى جينا من حكاية السن فأنا أعتبر نفسي من الجيل القديم، ولكن الواحد حاطط في باله أو بيجتهد إن يكون يماشي الحوادث وإن يكون متجدد إذا استطاع، فدي علامة على أنه قادر على الإنسان المتجدد. يعني السن مش بيحدد الجيل أبدا؟ لا أبدا، السن ما يحددش، وإحنا في ده اللي بيحصل في كل بلد. أيوة. الزمن بيتطور والمجتمع بيتطور، فبنبص نلاقي بينقسم الأدب إلى جماعة اتباعيين يقولوا عليها كلاسيكس. أيوة. اللي هم يؤمنوا بأن الأدب القديم. أيوة. هو الذي وصل إلى مستوى معين من الجمال، وإنه قنن له قوانينه، إن هذه القوانين سليمة، ولذلك يكشوا ويخافوا شوية من الخروج عن هذه القوانين. والله زي ما أنا يعني قلت لك إن هذا الصدع الذي حصل في الشعب المصري هو نتيجة التغير الثقافي الأجنبي، هو نتيجة سياسة محمد علي في إنه عاوز يبقى عنده مدارس حديثة. قال للأزهر سأتركك يعني تبلى كما تشاء، وأنا سأفتح مدارس جديدة تستمد ثقافتها من أوروبا وحضارتها من أوروبا، وحصل هذا الصدع. فطبعا الغرب يراقب هذه التجربة التي نمر بها الآن، ولا يريد أبدا أن يحدث هذا الارتياح أبدا. ولكن لا أريد أن أقول أن هناك نظرة عدائية سافرة، وقد يكون يعني أشياء لا تزال موروثة كامنة في النفوس، لكن مش متصور أن في عداء فعلا، إنما إحنا مسألة متوقفة عليها.